بس اخذ شعره هو واحد المشكل اللي بغينا نقوله مشكل العصر، لانه كيعانيوا منه كبار وصغار. شعري عندك يطيح لي بزاف، ما نقولش لك زعما طيحان شويه خايب. المرأة عمرها ما تمشي لها شعرها نهائيا، نوطامو في المنطقة الأمامية، ولكن الخوية الأساسية كتكون في الوسط أو كيف ما كنقولوا في القنة. والحلول كاينة، مي ماشي كاع الناس كتليق ليهم وماشي كاع الناس كتعطيهم نتائج اللي هي إيجابية. الغرق الجوف هو أنه الوليد ملي كيكون تحت الماء فكيدخل ليه واحد الكمية كبيرة ديال المياه كتدخل ليه الجهاز التنفسي ديالو. المشكل أنت تعطيني الأذن، هيت أنا بالأدوية كلشي، قال لي الحل هو ليري. ليرم عنده الامكانيات في تشخيص الاورام وفي تشخيص اي حاجه في الدماغ. دابا الحمد لله وصلنا للحصه الثانيه ديال ميزوثيرابي. نورمالمون دابا غادي تحسي بعدد الزغب اللي كيطيح، العدد ديالو كيقلال، وكذلك انه الخليفات كيف ما كنقولوا بداو بواحد النسبه اكثر. ما بقاش كيطيح ليا بنفس الطريقه الاولى، بدا تيخلف ليا مزيان. في العلاجات اللي دايرين واللي بادين من نهار الاول هما علاجات اللي غنستمروا فيهم، والهدف ديالهم هو مرافقه الحصص حتى كنوصلوا للنتيجه النهائيه، وتدريجيا كنبقاو غاديين حتى كنحبسوا جميع العلاجات اللي كنديروا على الشعر. تفضل معايا. تساقط الشعر هو واحد المشكل اللي بغينا نقوله مشكل العصر، لانه كيعانيوا منه كبار وصغار، رجال وعيالات، واي واحد فينا كيقدر كان عانى ولا غادي يعاني فيه فتره عمريه في حياته. حتى تساقط الشعر اسبابه كثيره، دونك ما كاينش حل واحد اللي كيحل لنا جميع المشاكل. اشنا هما هاد الاسباب؟ واشنا هو قبل ما نفهموا الاسباب خصنا نعرفوا شنا هي الزغبه. الزغبه او ما يعرف بالدوره الحياتيه ديال الزغبه عندها ثلاثه المراحل كالانسان كذلك، يعني عندها مرحله نمو، مرحله سبات او راحه، ومرحله سقوط. وهاد المراحل العمريه ديالها على حسب المشكل انتج ليها فيه كيكون تساقط شعر تفاعلي معه. مثلا فاش كتكون الزغبه في مرحله النمو ديال الزغبه او مرحله النضان ديالها، وفي هذيك المرحله الا كان مثلا اننا خدنا شي دواء اللي هو مجهد ولا خدنا مثلا علاج كيماوي، كيكون تساقط الشعر اللي كان في مرحله النمو كله مات، وهنا ما يسمى بليفليفيوم اناجين. والناس اللي كياخذوا لا شيميوثيرابي كيكونوا عارفين مزيان هذا النوع، لانه كيطيح على غفله وكيطيح كامل، ومن بعد كيقدر يرجع الى عطينا المكملات الغذائيه وساعدناه في النمو. فاش كيكون الشعر في مرحله التساقط بعد المرات بحال كيتصدم وكيدوز كله لمرحله الانتحار، وهنا كاين انواع كثيره ديال التساقط اللي كتدخل في هذا النطاق. أكثر انتشارا ما يعرف تساقط شعر تفاعلي. تفاعلي لماذا؟ تفاعلي لأي حاجة خايبة دوزناها في حياتنا، فقد دم، مرضى، إنعاش، حمل، رضاعة. كذلك تساقط شعر تفاعلي مع أشياء اللي درناهم على الشعر، مثلا أنني صبغت واحد الصباغة اللي هي ما مزياناش، ولا درت واحد لوسوان اللي كان خرج لي على شعري، كلشي داكشي كنلقاو أن الزغبة 3 شهور حتى 6 شهور من بعد كتبدا تنتحر وكتبدا تطيح. اول حاجه في الفحص فاش كتمشي عند تساقط الشعر عند طبيب مختص هو استعمال ديالو واحد الجهاز ما يعرفو بالديرموسكوب او مكبر ديال العين اللي كيشوف بها الطبيب ديال الجلد. وهذا المكبر كيمكننا بالنسبه للشعر اننا نعرفو المرحله العمريه ديال الزغبه، ونعرفو كذلك التشخيص الاولي ديال المرض اللي هو مسبب ديال تساقط الشعر. مثلا فاش كنحطو الديرموسكوب على لابو كيقدر يبان ليا اصلا الزغب اللي عندها، يعني شحال المسافه اللي ما بين زغبه وزغبه، هذاك الزغب واش خارجين جوج ثلاثه من الجدر ديالو ولا خارجه غير وحيده، واش كاينه واحد الحاجه سميتها لا مينياتوريزاسيون، سيتادير زغيبه رقيقه بزاف، وهذيك كتبين لنا انها وصلت لواحد المراحل متقدمه، انها مابقاش عندها الجهد باش تقرا. عندي مشكل ديال شعري ملي كيطيح ليا بزاف، يعني تيطيح ما نقولش لك زعما طيحان شويه خايب. في الاول جيت عند الدكتور خرجت لي الدواء للرشاشات درتهم، كانت النتيجه قليله شويه، عاود رجعت عند الدكتور ثاني ودرت معاه حصص في البلازما وكانت النتيجه مزيانه، حتى درت
جوج حصص بان لي نتيجه مزيانه حيت انا بغيت شعري يكسر شويه مع طاح ليا مزيان. اغلبيه النساء فاش كيجيو للعياده كيجيو معاهم شعرهم جامعينو، يعني في الدوش كيطيح بزاف، في المخده كيطيح بزاف، كيف ما كنقولوا حتى في الجفاف كنلقاوه بزاف، وهذا الشيء كله علامه لان الشعر دخل كله في مرحله انتحار. سبب اخر لتساقط الشعر هو ما يعرف بتساقط الشعر الهرموني الجيني، وهو واحد النسبة كثيرة كذلك منتشرة، والخاصية ديالو أنه يكون واحد تاريخ عائلي. على تاريخ عائلي فاش كنشوفه في المحيط ديال العائلة ديالنا، فاش كنشوف الوالد ديالي ولا جدي مثلا عنده سلوعية في الشعر كنقول عادي. علاش؟ لأنه كبر، ما كاينش شي حاجة عادي، لأنه بعض الناس كيقدروا يشرفوا وهم الزغب ديالهم مازال معاهم. هذوك الناس اللي خفاف لهم شعرهم ولا صلعوا هم عندهم ما يعرفوا بالصلع الهرموني الجيني، وهذا معناته أن الزغبة في البصيلة ديالها عندها مستقبلات وراثيا كاينه ومحفزه ولا مشجعه بطريقه كبيره انها فاش تلاقى مع الهرمون دخل الزغبه في مرحله انتحار. وهنا كيكون واحد تساقط الشعر اللي من مرحله البلوغ حتى لمرحله الكهل، وهو غادي كيتزاد وكيتقدم في المنطقه اللي هو كيقيسها حتى يقدر يدي بينا عند الراجل الصلع كامل وكتبقى غير المنطقه اللورانيه في الشعر، وعند المراه كيقدر يدي لنا فقط بالمنطقه الوسطانيه ديال الشعر او كيف ما كنقولوا الخويان ديال القنه. وكلمه الصلع عند اطباء الجلد معناته ان الشعر خوى، ماشي معناته انه يكون صلع كيف ما كنقولوا بالدارجه ديالنا. دونك اشنو هو هذا الصلع؟ هو ان المنطقه الشعر بالبصيلات ديالها العادي ديالها انك تكون كل زغبه خارجه من هاد ثلاثه اربعه، وبعض المرات كيكون هادوك الزغيبات كيمشيو منهم دوك 3 4 وكتبقى وحيده، وهذيك الوحيده تقدر تصغر في لاطاي ديالها تحت تاثير الهرمونات وبطبيعه الوراثه ديال الانسان حتى كتولي ديك الزغبه ما عندهاش القدره تطلع، ومن بعد ما كتبقاش تبان انها كتولي انجوفي اللي هو رقيق بزاف. دونك اهميه العلاج المبكر في هذه الحاله المرضيه هي اللي كتقدر توصلنا النتائج اللي هو تعجب الانسان، وكذلك كتخلي الانسان بشعره اطول مده هو باغيها. المرأة عمرها ما تمشي لها شعرها نهائيا نوطامو في المنطقة الأمامية، ولكن الخوية الأساسية كتكون في الوسط أو كيف ما كنقولوا في القنة. دونك أهم حاجة خصنا نعرفوا من بعد التشخيص أنه العلاج طبيعي غيكون الحياة كاملة، لأن احنا كنعالجوا في واحد الحاجة اللي هي وراثيا مستعدة أنها تبقى، ولكن إلى عالجتو بمدة مطولة والحمد لله التقنيات اللي هي متوفرة دابا كنقدروا نوقفوا العلاج لي ان ليدي ديالو انه خصو يبقى على الحياه كامله كنقدروا نوقفوه ونتسناو ان الزغبه عاوتاني ترتاح ونقدروا نرجعوا للعلاجات سورتو علاجات نقولوا تجميليه متوفره وكتعطي نتائج اللي هي محموده. انا كيف ما مالفين غادي نكملوا العلاجات اللي البخاخ اللي كنديروا على الشعر على قياس انه نديروا 10 طرشات منه في الليل نفس المكمل الغذائي غنبقاو عليه، لان احنا في هذه الحاله كنتريتيو ما يعرفوا بتساقط الشعر التفاعلي، وتساقط الشعر التفاعلي خصو مقومات كثيره باش هذيك الزغبه تقدر تخرج من حاله الاضطهاد اللي طاحت فيها وخلاتها كيف ما كنقول كتنتحر. دونك جميع الاشياء اللي نقدروا نديروا على هذيك الزغبه كنديروها والنتيجه كتكون مزيانه، يعني كيف ما قالت السيده ا بارتير لا دوزيام سيونس كيبان ليها المفعول ديال الحصص. غير هو هذيك الزغبه بحال شي واحد الدري صغير مازال يلاه خصو المراحل ديال التطور ديالو باش يقدر ياخذ هو بزمام الامور. مشاكل اخرى ديال تساقط الشعر كيف ما قلنا هادشي ما كينحصرش فقط، نقدروا نقولوا بطريقه مبسطه ان مشاكل تساقط الشعر هو بعدد الشعر اللي عندنا في الراس. دوك مشاكل كثيره، وهنا غندخلوا لواحد شق اخر ما يعرف بتساقط الشعر المرضي. وهنا كاين امراض مناعتيه اللي كتقدر تعطينا ما يعرف بتساقط الشعر في مناطق محدده من الشعر، كمرض تعلبه او مرض تصلب الجلد او ما يعرف بلاسكليغوديرمي او مرض اخر ما يعرف بلوليكين او مرض الحزاز، وهادو كلهم امراض مناعتيه اللي كتنوض المناعه وكتاكل جدر الزغبه على اساس ان فيه مشكل، كترافق بعض الحالات بظهور تغيرات على سطح الجلده قشور حموريه او سموريه، وكيكون تشخيص طبيب مختص بمرافقه العلامات اللي كيكون عند هذا الانسان كالم في المفاصل او كذلك نتقاس عضو داخلي في الامراض الذاتيه وكنقدروا نديروا التشخيص. والعلاج المرض كيكون فيه تحسن المشكل بالاساس. نقدروا نشوفوا اشياء اخرى ديال الامراض المناعيه على الشعر او ما يعرفوا مرض لابولاد او الثعلبه، واللي احنا في اللونغاج المغربي ديالنا كنسميوه التونيا. التونيا باللونغاج المغربي فهي تتعني لنا لابولاد، ولابولاد او داء الثعلبه هو مرض مناعي اللي المناعه فيه كتنوض واحد النهار وكتبدا تاكل في ديك جدره الزغبه وكتقضي عليه، والبلاصه ديالو كتبقى ملحوسه ما فيها لا قشره لا حموريه وكذلك ما عندهاش الزغب، وكيكون واحد البلايك اللي هما محددين. لابولاد بطبيعتها تقدر تجيب اشكال هما
مختلفه. تتقدر تجينا عن طريق صفيحات يعني مختلفين في الشعر، كتقدر تدي ليا الشعر ديالي كامل، كتقدر تدي ليا الزغب ديال اللحم كامل، ولا حتى المناطق التناسليه. كلهم هادو تمظهر ديال مرض الثعلبه. أمراض التهاب الأخرى أو ما يعرفوا بالصدفية، وهنا الحالة مختلفة لأنه كيكون التهاب ديال فروة الشعر طبعا، ولكن كذلك واحد القشرة اللي هي متشابكة، وفي التحيات ديال الإنسان ديك القشرة باش كيحاول ينترها لأنها كتريح ولأنه كيحس بجلدة الشعر ديال ولات قاسحة، كينتر معاه الزغب، وهنا كيكون أنه هو براسه ساعده على التساقط. وهنا غيحلينا واحد الموضوع آخر ديال تساقط الشعر اللي عنده خلفيات نفسية. بزاف الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه كوسواس قهري او اللي عندهم ان بروبليم دو ستريس اللي هو مجهد بزاف، كيقدروا يترجموا هذاك ستريس ديالهم على الشعر ديالهم بلا ما يحسوا مالوزمون، لانه مثلا الانسان اللي كيبقى يلعب بالشعر ديالو كيجرو هذاك الشعر غادي يطيح واحد النهار. كاين بعض الناس اللي عندهم سكون ابل لا تريكوتيلوماني، يعني الانسان كيمشي يقطع شعره ولا يحسكو ولكن هو ما عارفش، يعني يقدر كاع يجي للعياده يطلب المساعده لانه ما عارفش انه هو اللي دار هذاك المشكل لشعره. وهنا في اغلب الحالات كيكون المشكل اننا خصنا نحلوا المشكل النفسي قبل ما نمشيو للعلاج المحلي. كيبقى الشعيه مزيان؟ لا الحمد لله. شنو هما الاشياء اللي حسيتي بهم تبدلوا مورا البدايه ديال العلاج، يعني من جهه الطيحان، من جهه النسبه ديال الطيحان، يعني شحال الكثافه اللي كانت كطيح وبدات تنقص من بعد هاد الشهر ونص ديال العلاج؟ نقصت ب 50% تقريبا الحمد لله، وحتى شعري وليت فاش كنصايبو بعدا كيبقى شويه، قبل كنت كنصايبو كيوقف عاوتاني دغيا كينشف. مثلا غنهضروا على صلع الهرموني الجيني اللي هو اكثر الاشياء انتشارا بالمرافقه مع الصلع التفاعلي. كيكون في صلع الهرموني الجيني علاجات عن طريق مواد مساعده على تحفيز الزغبه على النمو، منعها من التفاعل مع الهرمونات المنتوجه، وكذلك تشجيعها على الخلفه ديالها. وهنا كيقدروا يكونوا عن طريق بخاخات في الدار او فانيل اللي نقدروا ناخذوه كمكمل غذائي، وكنساعدوا كذلك بحصص متنوعه بما فيها البلازما الغنيه بالصفيحات، وهي عن طريق تقنيه كناخذوا فيها الدم الانسان عن طريق العرق ديالو وكنوجدوها في واحد لاباراي اللي كيفصل لنا الصفيحات والبلازما على الكريات الحمرين والبيضين. كنستعملوا داك الخليط اللي فيه البلازما والصفيحات وكنزرعوه في جدر الشعره باش تقدر تستافد منه عن طريق مؤشرات النمو اللي كتساعد الزغبه على النمو ولا على الخلفه. وهاد التكنيك كنقدروا نديروها كل شهر لان النمو ديال الزغبه كيكون واحد الريتم اللي هو ديال 28 يوم. ثاني حاجه هما الحصص ما يعرفوا بلا ميزوثيرابي، ولا ميزوثيرابي سني كامول اللي كيعني تخليط ولا تخلاط ديال فيتامينات مساعده واللي كتبغيها الزغبه. وهنا لو كوكتيل كل واحد يقدر يدير لو كوكتيل على حسب الرغبه ديالو ونوعيه الزغب ديالو. دونك ما كاينش شي حاجه سميتها ميزوثيرابي نفس الحاجه عند الناس كاملين، وهاد لا ميزوثيرابي كدير بدي ريتم اللي هما مختلفين، يعني الزغبه نقدر نوكلها كل 15 يوم كيف ما نقدر نوكلها. كيكون مرض لابولاد، المرض البولاد بطبيعته بما انه مرض مناعاتي، الهدف من العلاج هو انني نكون انا بالعلاج ديالي كحاجز ما بين المشكل اللي هو المناعه اللي كتاكل هي الزغبه والزغبه اللي ليس لها حيله. دونك هذاك الوقف ديال العلاج ما بين هاد جوج اطراف كيخليو ان الزغبه تقدر تساعد النمو ديالها. داكشي علاش كنقولوا ان لابولاد بطبيعتها التطور ديالها مختلف من حاله مرضيه لاخرى. في ثلث الحالات كيقدر يكون تجاوب بوحدو، في ثلث الحالات كيقدر يكون بالعلاج، وفي ثلث الحالات مالوغوزمون كيقدر يكون مالغري العلاج النتيجه كتكون غير مرضيه. وهنا غنحلوا واحد الشق ديال الناس اللي مثلا بالنسبه ديال لابولاد كيقولوا انه انا مثلا نقدر غير نشقق الجلده ديالي ولا نضربها بالزيزوار وندير لها مثلا الثومه وغادي نوض الصغب. الوغ باش نصحوا هذه المعلومه، افكتيفمون التشراط والثومه هو واحد الحل اللي يقدر ينوض الزغب من وراء لابولاد، لان خصنا نفهموا ان فاش كنقولوا لابولاد هو مرض مناعتي، نوع المناعه ماشي نوع واحد، كاين المناعه اللي كتدخل
مهاجمه الاشياء الخارجيه، وكاينه المناعه اللي كتكون كتدافع على الجسم. فاش كتكون انا عندي لابولاد، هذيك المناعه اللي كتدافع على الاجسام الخارجيه كتولي كتاكل لي الزغبه ديالي، دونك الجسم ديالي كيقسم بيناتهم كيعطي دفعات. فاش كنجي انا كنشرط وكندير الثومه، كنساعد المناعه المحليه انها تنوض دير الخدمه ديالها. دونك الوزير الاساسي ما بقاش كيصيفط غير اللي كتدافع على الجسم، كيولي كيصيفط المحليه. وهنا بما انها كتتنقص من العدد ديال الاخرى كتولي المرض كيتحسن. مي اتونسيون، هاد الشراط وهاد الثومه والمواد اللي كنستعملوا، لانه كنسمعوا حتى المواد البتروليه كيشدوهم وكيديروهم الزيت ديال الموتور، بزاف د الحوايج اللي كيجيو الناس كيقولوهم لينا، خطورتهم فاش كتكمل انك فاش غتجي تنوض المناعه المحليه تخدم، كتقدر هي براسها تعطيك اكزيما، وهنا غتدخل ان جلده الشعر حتى هي غتنبل وحتى هي غتمرض، وليتي ماشي غير الزغبه اللي مشات، حتى جلده الشعر حتى هي مشات. علاج هاد الامراض كتختلف على حسب نوعيه المرض، وكذلك الطرق اللي كتستعمل المرض تقدر ما تنفعش المرض اخر. ماشي معناته هاد لا تكنيك ولا هاد الدواء قدا الانسان الف غادي يقضي الانسان ولا انسان باء. دونك الاشياء مختلفه، العلاجات مختلفه، الامراض مختلفه. داكشي علاش ما خصنيش جو نو دو با كالكي لو ريزولطا اللي حصل عليه واحد الانسان حتى هو خصو يجي عندي ولا خصني يكون عندي نفس النتيجه. التشخيص هو اهم مرحله في علاج تساقط الشعر. مراجعه الطبيب مختص بامراض جلديه هي اهم مرحله، لان بها كنعرف اشنو غينفعني، شنو هو العلاج، شنو هو المرض، وكذلك شنو هي النتيجه المرتقبه اللي غادي نديرها الا درت هاد لي تكنيك استيتيك. لانه الحلول كاينه، مي ماشي كاع الناس كتليق ليهم، وماشي كاع الناس كتعطيهم نتائج اللي هي ايجابيه. نشوفك على خير معيد ان شاء الله الشهر الجاي. اهلا بكم. حوادث الغرق كتبقى هي المسبب الثاني للوفيات، خصوصا في صفوف الاطفال لاقل من 6 سنوات. الغرق ممكن يصيب الوليدات الصغار كيف ما ممكن انه يصيب الوليدات اللي كيكونوا كبار وكيكونوا في فتره ديال الطيش، بحيث انهم كيتوجهوا مجموعه من المرتفعات اللي كتكون صخريه وكيحاولوا انهم يتلاحوا من تما، وكيكونوا شي مرات كيكون الصخر كبير وكيطيحوا على العنق ديالهم، على البارتي الورانيه ديال العنق ديالهم، وبالتالي هادشي كيقدر يؤدي الى الوفاه ولا العاهات اللي كتكون مستديمه ولا الاعاقه، بحيث انهم ما كيبقاوش يقدروا يحركوا الاطراف ديالهم ديالهم للرجلين ديالهم. بالنسبه للوليدات الصغار، فملي كنديوهم للبحر ولا كنديوهم لابيسين، يستحسن اننا غادي نديو معنا واحد الوسائل اللي كتحميهم وكتخليهم الجسم ديالهم كيطفو على سطح الماء. ما نساوش ايضا انه كاين واحد النوع ديال الغرق اللي ما كنطرقوش ليه بزاف في المواضيع ديالنا، اللي هو الغرق الجاف، وخصوصا كيكون في صفوف الاطفال اللي كيف ما ذكرت كيكونوا اقل من 6 سنوات. شنو هو هذا الغرق الجاف؟ فهاد الغرق الجاف هو انه الوليد ملي كيكون تحت الماء فكيدخل ليه واحد الكميه كبيره ديال المياه كتدخل ليه الجهاز التنفسي ديالو، والاعراض ما كتبانش ديك الساعه، ماشي بحال الغرق اللي كيكون عادي. فالاعراض كتقدر تبان على 24 ساعه، يعني نهار كامل ما كيبان لينا عليه حتى شي حاجه. شنو هما هاد الاعراض اللي كيقدروا يبانوا عند الوليدات الصغار؟ فمثلا غتبان لنا انسيانوز، يعني الوليد غيبان لك الوجه ديالو ولا ازرق، غيبان لنا انه كيكحب بزاف وكيكون واحد الخمول وكيكون كيحس براسو مرخي وباغي غير ينعس. هاد الاعراض الاخراني ما يمكنش اننا نفرقوا بين يعني الغرق الجاف وايضا في الاستحمام العادي، لانه كنعرفوا ان الوليدات مورا الاستحمام ولا مورا السباحه فهما كيكونوا مرخيين. دونك يبقاو لينا هادوك جوج الاعراض الاولى، يعني لاسيانوز الزرقيه ديال الوجه والسعال اللي كيكون شديد بزاف. الى بانوا علينا بانوا على الوليدات ديالنا هاد جوج ديال الحوايج، يستحسن اننا غادي نهزوهم لاقرب مستعجلات لتلقي العلاجات ولتلقي يعني الفحوصات اللي خصهم يديروا. فمثلا الطبيب المعالج غادي يدير لهم واحد الغاديو ديال الصدر، الغاديو توراكس، باش يشوف الكميه ديال الماء اللي كاين عندهم في الصدر ديالهم، وغادي يعبروا لهم نسبه الاكسجين اللي كاينه في الدم. إلا كانت نسبة الأكسجين ناقصة فضروري ما كيزودوهم بالأكسجين، وعلى حسب كمية ديال الماء اللي كاينة في الصدر ولا اللي كاينة في لي بومو، فتما الطبيب المعالج كيقرر شنو غادي يدير. يعني يا إما غادي يصيفط الوليد للدار ديالهم وهداك الماء فكيتم التخلص منه بطريقة فيزيولوجية، ولا إلا كان داك الماء كتير فضروري ما كيشدو الوليد في مصلحة الإنعاش باش كيديرو ليه التنفس الاصطناعي. إذن حوادث الغرق هي من اكثر مسببات ديال الوفيات بالنسبه للدراري الصغار اقل من 6 سنوات، ويمكن لنا اننا نتفاداوه بطرق اللي كتكون بسيطه. موضوع جديد في الحلقه المقبله من فقره حمي نفسك الاسبوع المقبل باذن الله.
باش كتحس؟ بدا نحرك الفكجه بحال العقوده لي شي عصب هنايا. اها نهار الاول كنجد داكشي في العنق هنا داوله بحال ويطعتني الصفاره على الجهه. واش عندك الحريق ولا عندك الصفاره؟ شي حاجه كت شي بوطه تنفس كاتور. ويلا كنتي كتمشى كتجيك الدوخه ولا لا؟ الاول كانت شي سيمانه الاولى كانت تحيده. شحال تقريبا هادشي الوقت باش بدا؟ شي تقريبا شي 18 شهور. درت السكاني تاع الاذن قال لك ما عنده والو وعطوني الحل هو ايغينج. داكو خصنا نفهموا بانه في الودينات ديالنا كاينين ثلاثه ديال الانواع، كاين الودن الخارجيه وكاين الودن المتوسطه وكاين الودن الداخليه. لو سكانير كيبين لنا الخارجيه والمتوسطه ولكن ما يقدرش يجاوبنا على الداخليه، ولهذا باش الطبيب ديالك صيفطك دير هذا التشخيص بالمغناطيسي ومن بعد غادي نفسر لك علاش صيفطك علاش كيقلب هذا الطبيب. طلب الله السلامه وانتظروا بعد ما انك ندخلوا نشخصوك نرجعوا معك باش نقولوا لك شنو لقينا ان شاء الله. الله يجزيك بخير. دابا تفضل مع التكنيسيان باش يوجدوك الاكزام. الله يجزيك بخير. ديرين فائقه وفائقه اكبر، والحمد لله انه كجهاز متطور كيمكن له بدقه يفحص بما فيه، عنده الامكانيات كثيره في تشخيص الاورام وفي تشخيص اي حاجه في الدماغ. هذا باش نكونوا واضحين. حاجه واحده اخرى اللي كيتميز بها هذا الجهاز ديال ليريم هو انه لا يعلى عليه في تشخيص الاعصاب، يعني لي طوندون بالنسبه لاي بلاصه على الكتف ولا لو جونو ولا لا شوفي ولا لو كود ولا لا ما، كيعطينا بالتفصيل دوك الشعيرات لي طوندون انه واش مقطع واش فيه التهاب واش فيه. بالنسبه للليرني يعني الفتق اللي كيعانيو منه الاغلبيه ديال الناس، لا بالنسبه للومبير ولا بالنسبه للسيرفيكال، فهو كيتفوق على السكانير باش يبين لنا. دابا كنظن وكنعتقد الا في اطار انه ما كنتوفروش على الجهاز في بعض المناطق، فاي عمليه غادي يقوم بها الجراح ديال ليرني ديسكال فهو لابد كيطلب ليريم باش كيعرف واش غادي يبقى غير داك النيفو ولا يهبط النيفو الاخر ولا يهبط. فهذا الشيء ولا ضروري باش كيكون النتيجه مثمره، على العكس ديال انه السكانير، فالسكانير كيتفوق على ليريم فيما فيه العظام. يعني الا بغينا نشوفوا العظام ليريم الي ازيرو، ما يمكنناش نشوفوا شي حاجه في العظام الا اذا كانت اورام او شي حاجه. مي بالنسبه للوس دائما او العظام كنفضلوا سكانير. هما هادو الشعيرات ديالنا الا لاحظتيهم، ها هما دوك غادي نرجعوا، وهذه اللي كتشوفوا هنايا، هاد لابارتي هذه هي الاذن الداخليه، وكاي اي حاجه كتبان لكم هنايا بالبيض فهو داك الماء اللي كيدوز اللي هضرت لكم عليه اللي كيت سيفالوغاتشي ديان اللي كيدوز. وكما لاحظتي راه حتى الودينات ديالنا حتى هما كيدوز ليهم هذاك الميه، يعني كل لقينا هنا واحد ليطاش كحل غنقولوا بانه هذاك الماء راه ما كيوصلش لتما وراه عامرين بشي حاجه تيسولير ولا شي حاجه قبيحه اللي ما خلاتش. مي على العكس هنايا كيتبين لنا بانه راه الامور الحمد لله مقاده. هاد لي كونفلو اللي كيكونوا ماشي باثولوجيك، يعني ما عندهمش علاقه بشي اورام ولا شي حاجه، كيمكن انه الانسان يتعود بهم ويرجعوا بعد نصائح انه يهدن راسه ويدير الممارسه ديال الرياضه ويحاول يبدل لو مود دو في ديالو، يعني الحاله كيفاش كيعيش اليوميه يحاول يبدلها بواحد الطريقه اخرى. من الاذن مشيت للسبيطار عمومي دوزوا لي عبروا لي السمع تنسمع، وقال لي جرى السكانير، درت السكانير ما طلع فيه والو، عاود رجعت لعندهم قلت لهم ثاني السكانير، قال لك خصك دير هاد ليريم هو الحل النهائي، حيت عييت انا بالادويه كلشي، قال لي الحل هو ليريم. مشيت بنقبض موعد ليريم، قال لي راه محبوسين المواعيد سير حتى، وقعدت شش صوره ثاني رجعت عندهم والو، قال لي سير حتى وكان يطلقوا المواعيد وجي دوز راه حابسين دابا هاد الساعه، ولا بنمشي نديرو في مصحه ولا شي مركز اشعه راه خصني 3000 درهم داير هو داك اللي غير 3000 درهم.
واش عند الدكتور الله يجزيه بخير زيوا راه داروا لي بلا فلوس بدون مقابل الله يجزيه بخير. سي حمزه كي داير؟ لاباس كي داس الامور؟ ياك ما تخلعتيش شي شويه؟ ايوا الحمد لله. قول الحمد لله بعد النتائج كتفرح سي حمزه؟ ما كاين لا ورم لا حتى شي حاجه. واش عندك الحياه ديالك انت العمل ديالك ستريسون شويه؟ كتستراف في العمل حيت خدامي في المارشي. اذا كتستريسي شي شويه؟ كتعصب معاه؟ كتعصب؟ الله يسلمك. لابد خصك تعصب، ما عندناش ندير شي كلمه ضروري تزلق دابا الماده المعيشيه تاع تلمجينا ايه، ولكن الا جينا نعصبوا عاوتاني وجبتيها في الصحه ديالك راه ما يمكنلكش. الله يسلمك بخير. راه الانسان كيتعصب غير مع راسه، ولكن علاش بغيت انا نشوف على هذا سولتك السؤال هذا؟ حيت الحمد لله ليري ما فيها والو، ولكن بعض المرات لو ستريس والحاله كيفاش كيعيش الانسان راه كيولي الطونسيون ديالو كطلع. وكما شرحت لك كاين واحد العريق صغير هو كيبان لك هنا، راه كيقيس لينا داك العريق اللي كنسمعوا به كيولي كيجيك داك الدوخه وداك البرتيج وداخر. ولهذا راه شرحت للطبيب ديالك على اساس انه راه ما كاينش شي حاجه اورغانيك اللي كتسمع، يعني ماشي ورم ولا شي مرض ولا شي حاجه، ولكن داك الشيء عنده علاقه فونكسيونيل يعني مع الحياه الطبيعيه ديالك مع الامور اللي خصك انك تبدل، ويعاونك بشويه ديال الدواء اللي كيهبطوا شويه ديال لاطونسيون، كاين شويه ديال المانيزوم شويه ديال الحالات هذيك ما ندخلش فيها انا حيت انا ماشي طبيب اختصاصي في هذاك الاختصاص ديالي، ولكن اليوم راه فرحانين بان ما عندكش شي حاجه اللي قبيحه ان شاء الله. الرحمن الرحيم، ونطلب الله نشوفك ان شاء الله بسلامه.